المشينه بتاعت بون فيه كلمتين. المشينه بتاعت بون للصين موسكو، تعرف الموسكو سامحني الموسكو، تعرف كيف رجع السلطات في الجزائر ايش عملت؟ كمانديت 8 طائرات بوينغ للولايات المتحده الامريكيه للنظمة 24 ساعه بعدها. كوموند 8 طائرات بوينغ. وباش تفسر الحكايه دي؟ انا ما تغلطش علي، انا راني ليك وانا نتعامل معك اقتصاديين وانا راني نتاعك. هذا التفسير الوحيد. هذا السلوك عملته قبل بجمعه السعوديه. السعوديه قاعدين يخشوا مشات للصين. اسمع قاعدين يعملوا في مواقع، والسعوديه اجبرت الولايات المتحده الامريكيه وحطت لها خشمه في الطين في التراب. اسمع عناوين تدخل يوتيوب وتدخل معناها شبكه التواصل الاجتماعي تلقى عناوين تقديت. فهمت كيفاش؟ تقديت. اما تعرف ايش عملت السعوديه باش التونسي يعرف؟ كمانديت 121 طياره بوينغ 787. خلينا نحكي، واحنا حكينا على الانتخابات وكنت انت تحكي على الانتخابات وقيس سعيد وشنو الاصوات الشعب. احنا في السنه القادمه تقريبا احنا في سنه انتخابيه. اليوم ثم نقاش في صفوف المعارضه، هل ندخل هذه الانتخابات الرئاسيه او لا ندخل هذه الانتخابات الرئاسيه؟ ثم قيس سعيد هل يلتزم بالموعد الانتخابي ويمشي الانتخابات الرئاسيه ولا لا؟ شنو تقديرك؟ بالنسبه للانتخابات في تقديري انا مش يصير. صعيب شويه راه. معناها باش الدوائر نتاع الرئيس قيس سعيد باش يفهموا اللي ما عندهمش فرصه باش يتعداو. دونك باش يلوجوا على ذريعه باش ما تصيرش انتخابات. انا في تقديري هذا باش يصير. هذا رغم انه وهذا رد بالك هذا راهو يعطي معناها الامكانيه باش الخارج والامم المتحده تدخل فينا. معناها نحبهم يفهموا يردوا بالهم ينتبهوا في صوره ما تصيرش انتخابات راهو يعطي ذريعه للخارج وللامم المتحده باش تدخل فينا. تدخل فينا باي شكل؟ تدخل فيك انت ما صارش. احنا موجودين، احنا متدخلين فينا باي شكل؟ لا تصنف تونجيهم بالك نفسر لك تصنف اللي معناها انت ماكش شرعي. لا ماكش شرعي. تولي اتوماً تخرج لك حكومه ولا مسؤولين من برا. انا يجي يقول احنا نمثل تونس مش انت تمثل تونس. انت كيفاه؟ هذا راهو هذا موجود في فنزويلا. فنزويلا مادورو معناها ما عادش معترفين به المجتمع الدولي. فما واحد ما نصب روحه رئيس حكومه ويتعاملوا معاه الخارج. انا انتبهوا الانتباه الموضوع هذا واضح.